أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد المصطفى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في ليلة رمضانية جديدة من مدينة البصرة الفيحاء وبرنامجكم القرآني كلمة الله. أحبائنا وأعزائنا، لا يخفى على حضراتكم أن هذا البرنامج القرآني نلتقي في كل حلقة من حلقاته بحافظ من حفظة القرآن الكريم. دعونا نرحب بضيفنا العزيز من مدينة البصرة علي عواد، أهلا وسهلا به. أهلا وسهلا بكم. أحبائنا وأعزائنا، دعونا نطرح بعض الأسئلة على أخونا وعزيزنا علي. أستاذ علي، بالبداية نحب نعرف منو الشخص اللي زرع بداخلك حب القرآن، يعني شجعك على حفظ القرآن، جرك إلى هذا الطريق القرآني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وآل محمد. حقيقة هو أستاذي قاسم المالكي اللي حفزني وشجعني أكثر وجذبني إلى القرآن وحب القرآن أولا، وثانية درجني على حفظ القرآن. وكانت له معي برامج، ويعني هو الأسلوب مثل ما أقول أسلوب يعني يجعل الشخص يعني ينجذب إلى القرآن أكثر وأكثر، يزرع في الحماس، يزرع في التنافس، يزرع في أشياء كثيرة من القرآن الكريم. في أي سنة بدأت أنت في حفظ القرآن الكريم؟ يعني إيش قد كان عمرك؟ أنا أحببت القرآن منذ صغري، ولكن برنامج الحفظ تقريبا في السنة 17 18 بدأت في حفظ القرآن الكريم، أو تقريبا 20 سنة، عمر 20 سنة. علي عواد، نريدك تتحدث لنا عن نشاطاتك القرآنية، مشاركاتك في المسابقات على مستوى العراق والمراكز المراتب اللي أحرزتها على مستوى العراق. المسابقة الأولى كانت في محافظة كربلاء التي أقامتها مؤسسة شهيد المحراب، وكنت أول مسابقة أشارك بها. شاركت بخمسة أجزاء والحمد لله والشكر طلعت الأول، خمسة تقريبا في سنة 2008. بعد هذه المسابقة جرت مسابقة الوقف في بغداد، وحصلت على المرتبة الثانية في حفظ 10 أجزاء. وثم مسابقة رئاسة الوزراء التي أقيمت في همة في بغداد، وحصلت على المرتبة 4 في حفظ 10 أجزاء. ومسابقة الوقف كربلاء 2010 وحصلت على المرتبة الأولى لحفظ 20 جزء. وثم مسابقة الوقف كذلك في السنة التي تلتها، وهي السنة الأخيرة 2013، حصلت على المرتبة الأولى في حفظ كل القرآن في مسابقة السفير التي أقيمت في جامع الكوفة المعظم، السفير المهرجان القرآن السفير. ثم مسابقة شهيد المحراب التي أقيمت في محافظة الكوت، والحمد لله حصلت على المرتبة الأولى في حفظ كل القرآن. ومسابقات محلي على محافظة البصرة كلها على المرتبة الأول، والحمد لله والشكر على هذا.
إذن مثل ما شاهدتم مشاهدينا الأعزاء، تاريخ مشرق لأخونا وعزيز قلبنا الأستاذ الحافظ علي عواد. نتمنى له الإبداع والتألق إن شاء الله، المشاركات الدولية إن شاء الله تحصل على مراتب دولية. أخونا علي، أنت من داخل أسرتك وحدك حافظ للقرآن الكريم أم داخل أسرتك أكو حفظ للقرآن؟ أنا عانيت كثير، يعني الوحيد، ثم يعني لحق بأخي مازن، يعني عائلة تقريبا، يعني الحمد لله أشكر الله سبحانه وتعالى وفقني، يعني الحافظ من يكون في أسرة يعني غير حافظة للقرآن أو غير مهتم بالقرآن، يعني صعب يعني يخرج من حافظ بكل القرآن ويعني ويحصل على مراتب، كل الصعب يعكس الحافظ اللي يخرج من أسرة هي حافظة كل القرآن، أب وأم وأخت وأخ يشجعونه. أنت نقدر نقول يا أخ علي الحرماني ولد الإبداع. أحسنتم، يعني هو يعني بالزهود بالله سبحانه وتعالى يقول لي وضعت الجوع العلم بالجوع، يعني مثل ما مضمونه حتى الإنسان يطلع يعني قوي، والحمد لله أشكر يعني، بس يعني الله سبحانه وتعالى وفقني وجاهدت، يعني مو ذاك الجهاد يعني، بس يعني شيء قليل والحمد لله وشكرا لله. أحبانا، إحنا في ليالي رمضان، خلينا نسمع بعض الآيات الكريمات بصوت أخونا علي. مثل ما تشوفون راح نفتح القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. أكمل يا أخونا العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. صدق الله العلي العظيم. ما شاء الله، كانت تلاوة عطرة من أخونا وعزيزنا الأستاذ علي عواد. أستاذ علي، يبقى موضوع وهو ماذا تنصح السادة المشاهدين اللي قاعد يشوفوك؟ أكو بعضهم يقول يا أبا أنا ظروفي ما تساعدني على أن أحفظ القرآن الكريم، شنو كلمتك لهم؟ كلمتي لهم أنه يدخلوا في أجواء وعلوم القرآن الكريم، أنا يعني أقول عنه جنة وجنات، لأن يعني القرآن الكريم هو دستور الحياة، والقرآن الكريم يعني الشخص من يبتعد عن القرآن الكريم حياته يعني تصير ضنك، حياته تصير مشاكل. يعني القرآن الكريم نور، القرآن الكريم يعني الله سبحانه وتعالى يعبر عنه ويقول تبيانا لكل شيء، يعني القرآن الكريم كل شيء فيه، أي شيء في الحياة. فعلى الأمة وعلى الأعزاء المشاهدين أي يرجعوا إلى هذا الدستور العظيم وكلام رب العالمين، ويجعلوا من يومهم برنامج مخصصا ولو
قليل من القرآن الكريم، ولو في اليوم صفحة، ولو في اليوم صفحة، ولو في اليوم ربع جزء، حتى يكون هذا القرآن شفيعا لهم في دنياهم وفي أخراهم. علي عواد، بعد أن أكملت حفظ القرآن الكريم، بدأت بتدريسه للآخرين كما قال الرسول: خيركم من تعلم القرآن وعمله، أم إنك اعتزلت؟ الحمد لله وشكر، قمت بتدريس بعض الطلبة ولو قليل، ما يعني ما أقول لك كثير، لأن عندي مشاغل يعني البيت والدوام، يعني شوية وقتي قليل الحمد لله وشكر. وإن لم أكن يعني خرجت الطلبة، فأنا يعني ساعدت الحفاظ، يعني حفزتهم، أعطيتهم بعض النصائح، يعني وقتي ما يعني يسعفني، ساعدتهم يعني برامج نسوي لهم، يعني نحكي لهم عن الحفظ، نشجعهم أكثر، يعني يقول لك يعني الدار على الخير كفاعلة، يعني مو لأكذا الحافظ وحفظه، يعني الحمد لله وشكر، يعني شجعنا كثير من الطلاب ووصلوا الحمد لله وشكر. مشاهدينا وأحبائنا وأعزائنا، لدينا الكثير والكثير والكثير من الأسئلة بودنا أن نطرحها لأخونا وأستاذنا علي، ولكن وقت البرنامج قد داهمنا. الآن نجدد شكرنا واعتزازنا لحضورك إلى هنا في مطعم مريم ومشاركتك ويانا ببرنامجنا، فأهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا. عفوا جزيلا، شكرا لكم. مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم القرآني كلمة الشباب. أحبائنا، نستقبل آراءكم وملاحظاتكم حول البرنامج على عنوان البرنامج في الفيسبوك كلمة الله. أحبائنا، على أمل أن نلتقيكم غدا إن شاء الله، فإلى ذلك الملتقى دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ooh.